بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتنا لهذا اليوم أريد نثبت بيها بأن دالة الجاما تساوي لنا الألفا، جاما للألفا تساوي الألفا ماينس 1 فكتوريال، أي نريد أن نستخرج قيمة عددية لدالة الجاما، أو كيف نستخرج القيمة العددية من خلال المضروب ألفا ماينس 1 فكتوريا. إذا المطلوب هو بروف دال جاما ألفا إكوال تو ألفا ماينس 1 فكتوريا. بروف مثل ما تعرفون تعريف دالة الجاما للألفا هي طبعا هذه دالة رياضية من صفر to infinity x اس الفا ماينس 1 e اس ماينس x e x. الآن إذا العلاقة بين الجاما للألفا وعلاقة بين اس المتغير x هي دائما تكون فرق واحد، يعني ألفا ماينس 1. طبعا هذا الشرط الألفا greater than 0. الآن if ألفا equal 1، إذن المطلوب أن نحسب قيمة جاما ألفا لما نساوي لنا 1 ونطبق معادلة أو الصيغة الرياضية اللي هي من صفر to infinity x اس 1 ماينس 1 في e اس ماينس x dx، اللي بالنتيجة راح تكون عندي صفر تكامل من صفر to infinity e x اس 1 ماينس 1 اس 0، يعني راح يصير لي واحد مضروبة في ال e اس ماينس x dx. ومثل ما تعرفون أعزائي هذه دالة exponential تكاملها يصير عندي ماينس اي اس ماينس اكس وحدود التكامل من صفر تو انفينيتي. ليش؟ لانه اشتقت الاس هي ماينس واحد، فنضرب نقسم على ماينس واحد، بالتالي تكون المشتقة قد توفرت، ولا توفرت فالمشتق التكامل راح يكون بصيغة النهائية ماينس اي اس ماينس x من صفر والحدود التكامل من صفر to infinity. إذا عوضنا الآن الماينس خليه خارج، الإي لما تكون ماينس infinity e اس ماينس infinity ماينس e اس زيرو ماينس الإي اس infinity، أي كمية مرفوعة للإنفينيتي بالسالب راح تساوي لصفر ماينس، واي كميه مرفوعه للصفر راح يصير عندي واحد، فكانه راح يصير عندي ماينس ماينس واحد ويساوي لنا واحد. اذا لما الالفا يساوي واحد اثبتنا بان داله الجاما راح تساوي لي واحد ايضا. الان اف الفا greater than 1 راح ناخذ if الفا ابتداء تساوي لنا 2 2، اذا جاما الفا تحسب التكامل من 0 to infinity x اس 2 ماينس 1 في e اس ماينس x dx اللي هو من 0 to infinity x e اس ماينس x دي اكس. وهذه طبعا نقدر نحل هذا التكامل عن طريقة التكامل بالتجزئة integration by parts. اذا حتى نحل هذا التكامل نفرض let اليو تساوي لي اكس والدي في تساوي لي اي اس ماينس اكس،
النتيجة تكون الدي يو يساوي لدي اكس وتكامل الدي في يساوي لتكامل اي اس ماينس اكس دي اكس سوري هاوي دي اكس دي اكس راح يساوي لي تؤدي الى انه تؤدي الى انه تؤدي الى انه تكامل الدي في راح يساوي لنا في وتكامل الاي اس ماينس اكس اي اس ماينس اكس. اذا القانون العام شو يكون عندي في حال تجزئه اليو في الفي اليو في الفي ناقص تكامل في دي يو. هذا الشيء يؤدي لي الى انه تكامل الالفا لما نساوي الاثنين ايش راح يساوي لي؟ سوري هنا أنا بس خلي في بالكم انه هذا اقصد به اثنين، كان هنا لي الالفا فرضناها اثنين فقام الاثنين ايش راح يكون يساوي لي؟ راح يساوي لي اليو في الفي لانه راح افتح نتيجه التكامل تكامل الصيغه الانهائيه اليو في الفي. اليو عباره عن اكس والفي عباره عن اي اس ماينس اكس واسحب الماينس للامام وهذا كله محدود بحدود التكامل من صفر تو انفينيتي ماينس تكامل الفيديو تكامل الفيديو من صفر تو انفينيتي من صفر تو انفينيتي. الفي هو عباره عن ماينس اي اس ماينس اكس والدي يو عباره عن دي اكس. اذا الان ناتي هذا هسه اذا اعوض عنه بانفينيتي راح يصير عندي ماينس انفينيتي في اي اس ماينس انفينيتي والاي اس ماينس انفينيتي صفر والصفر في اي كميه راح يكون عندي صفر ماينس ماينس بلس. الان اعوض الاكس بصفر في اي اس صفر يعني واحد فصفر في واحد راح يصير عندي صفر فنتيجة هذا القوس كله راح يكون عندي سوري صفر صفر بلس صفر يعني صفر زائد صفر ماينس اسحب الماينس اللي قبل التكامل راح يصير عندي بلس من صفر تو انفينيتي اي اس ماينس اكس دي اكس. اعزائي النتيجة النهائية لهذا التكامل ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الجاما للواحد، هذا هو عبارة عن الجاما للواحد اللي عرفناه بالخطوة السابقة اللي يساوي لي ايش قد اثبتنا يساوي لنا واحد. اذا لما الجاما يساوي لنا اثنين ايضا النتيجة راح تكون عندي واحد. الآن if الفا equal 3 هذا شيء يؤدي الى جاما 3 يساوي لنا تكامل من صفر تو انفينيتي اكس اس 3 ماينس 1 يعني راح يسوي لي تربيع في اي اس ماينس اكس دي اكس. ايضا احله باي انتجريشن of parts يعني التكامل بالتجزئة اللي راح نقول الاكس ليت الاكس اليو يساوي لنا اكس تربيع والدي في يساوي لنا اي اس ماينس اكس. اذا الدي يو راح يساوي لنا 2 اكس تربيع والدي والفي تكامل الدي في راح يساوي لنا في وتكامل الجهه الثانيه عفوا ايضا مضروبه في دي اكس وتكامل اي اس ماينس اكس دي اكس ايش راح يعطينا؟ حطينا اي هذا الان ماكو داعي نفصل بالخطوات لان بالخطوات السابقه بينا راح يصير عندي اي اس ماينس اكس نتيجته اي اس ماينس اكس. اذا الان ايضا نطبق الانجاما 3 اليو في الفي اليو نتيجة التكامل راح يصير عندي اليو في الفي يعني الاكس تربيع في الفي هو الاي اس ماينس اكس والاي ماينس اكس مسبوقة بإشارة سالب نسحبها
وحدود التكامل من صفر تو انفينيتي ناقص تكامل الفيديو من صفر تو انفينيتي. تكامل الفيديو الفي اللي هو ماينس الاي اس ماينس اكس مسبوقه بماينس، واليو قلنا تكامل الفي دي يو، الفي هو اي اس ماينس اكس، والدي يو هو عباره عن 2 بس حتى يصير مجال للكتابه اي اس ماينس اكس وهذا الماينس المسبوقه ب، والدي يو عباره عن 2 اكس تربيع دي اكس. اعزائي مثل ما شفنا بالخطوه السابقه نتيجه هذا التعويض بحدود التكامل للحد الاول راح يساوي لي صفر ماينس، اسحب الماينس خارج ومع الثابت الاثنين راح يصير عندي زائدا بلس 2 تكامل من صفر تو انفينيتي المن الاكس اس ماينس اكس دي اكس. اعزائي وهذا بالنتيجه شو يشبه لي؟ يشبه لي بالضبط 2 مضروبا في، هذا هو عباره عن الجاما للخطوه السابقه اللي اخذناها جاما 2، اللي بالنتيجه ايش راح يساوي لي؟ جاما 2 طلع عندي 1، ف 2 في 1 يساوي لي 1. الان اف الفا ايكوال 4 جاما الفا جاما 4 4 يساوي لي تكامل من صفر تو انفينيتي الاكس اس 4 ناقص 1 3 في اس ماينس اكس دي اكس. ايضا نكامله بالتجزئه راح نفرض اليد ليت اليو يساوي اكس تكعيب والدي في يساوي لنا اي اس ماينس اكس دي اكس. الان الدي يو يساوي 3 اكس تربيع دي اكس، والدي تكامل الدي في يعطيني في، وتكامل الاي اس ماينس اكس يعطيني اي اس ماينس اكس. الان اذا جاما 4 اليو في الفي تكامل بالتجزئه قانونه كتبناه بالبدايه، اليو في الفي اليو عباره عن اكس تكعيب الفي اي اس ماينس اكس كله مسبوق باكس ماينس لانه عندنا الاي اس ماينس اكس، وهذا حدود التكامل من صفر تو انفينيتي ماينس تكامل من صفر تو انفينيتي اليو الدي في اليو دي في اليو عندنا ناقص تكامل الفيديو سوري الفيديو الفي اي اس ماينس اكس مسبوقه اي اس ماينس اكس مسبوقه بماينس اي اس ماينس اكس مسبوقه بماينس، والديو فيديو ديو هو عباره عن 3 اكس تربيع دي اكس. الآن أيضا مثل الخطوة السابقة هذا نتيجة التعويض بالصفر والإنفينيتي بالتكامل حدود التكامل يعطينا صفر ماينس منه ماينس ما قبل ما بعد التكامل نسحبهم يصير بلس، ونطلع الثلاثة لأن ما متأثرة بالتكامل راح يبقى عندي من صفر تو إنفينيتي المن للإكس تربيع في إي أس ماينس إكس دي إكس، وهذا إذا شابهناه هو عبارة عن 3 مضروبا هذا هو ما هو الا جاما الخطوه السابقه اللي هي جاما الخطوه السابقه اللي كانت عندي جاما الثلاثه. الان هذا شو يساوي؟ الثلاثه 3 في جاما الثلاثه طلعت النتيجه عندي 2 راح يساوي لي 6. فاذا استمرينا عن طريق الاستقراء الرياضي استمرينا ايضا بالبرهان سنصل الى انه بالنتيجه النهائيه راح يكون عندي اذا جو اون يعني سون استمرينا جاما للالفا بالنتيجه راح يصير عندي جاما للالفا سوري خلينا نمثل اربعه هسه احنا جاما الاربعه ايش صار عندي؟ جاما الاربعه يعني كانه بالنتيجه
صار عندي، كأنه الآن قام الأربعة أصبح عندي ثلاثة في قام الثلاثة، النتيجة الأخيرة. وقام الثلاثة هي عبارة كانت عندي عن اثنين في قام الاثنين، يعني أعيد الخطوات السابقة اللي اشتغلتن رجوعا. وقام الاثنين هي بالحقيقة كانت عبارة عن واحد في قام واحد، وقام واحد أثبتناها واحد، إذن النتيجة ستكون ثلاثة في اثنين في واحد ويساوي لنا ستة. سوري بالضبط، هذا عبارة عن ثلاثة فكتوريال، أي بما معناه أربعة ماينس واحد فكتوريال. إذا نستطيع التعميم، نقول جاما ألفا ممكن أن تكتب بالشكل الآتي: ألفا ماينس وان تكامل من صفر تو إنفينيتي إكس أس ألفا ماينس تو إي إس ماينس إكس دي إكس. وأيضا نستطيع أن نستمر بكتابتها بالشكل ألفا ماينس وان في ألفا ماينس تو تكامل من صفر تو إنفينيتي إكس أس ألفا ماينس 3 إس ماينس إكس دي إكس and so on. نستطيع أن نستمر بكتابتها بهذا الشكل إلى أن نخلص إلى القول أنه جاما ألفا، جاما ألفا يمكن أن نكتبها بالشكل ألفا ماينس 1 جاما ألفا ماينس 2 نقاط إلى أن نصل 2 جاما 2 في 1 جاما 1، اللي بالنتيجة نقدر نكتب ألفا ماينس 1 ألفا ماينس 2 مضروبا في نقاط في 2 في 1، اللي نقدر نكتبها ألفا ماينس 1 فكتوريال. وبهذا نكون وصلنا إلى المطلوب في أن نبرهن أن جاما ألفا ما هي عبارة إلا عن قيمتها العددية، هي عبارة عن ألفا ماينس وان فكتوريال، شرط أن تكون الألفا greater than zero. وبهذا نكون وصلنا لنهاية المحاضرة، نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة.